في النهج الاقتصادي ما بين مصر والولايات المتحدة والغرب، هم لا يزالوا يتصوروا أن هذه المنطقة لابد أن تحكمها جماعة الإخوان المسلمين، أن هذا التيار هو الأكثر ملائمة لخططهم، هذا التيار متوافق معهم في مخطط يبدأ من موضوع فلسطين إلى موضوع السلم الشامل، إن موضوع التحالف الإسرائيلي العربي. وبذلك يعني يتصوروا أنهم خلصوا من الشرق الأوسط، في وقت أيضا كمان في بتضعف الشرق الأوسط، أهميته الاستراتيجية بتقل، البترول العربي الذي كان يعتمد عليه لم يعد عنصرا أساسيا لأنه أصبحت هناك بدائل كثيرة تغني عنه، نزل إلى 30 دولار وسوف ينزل أكثر من ذلك علشان خاطر يقلموا أظافر الدول البترولية، وعشان يقل دخلها، وعشان يقل قدرتها على الإنفاق على شعوبها، وعشان يعني ان الاوضاع فيها يعني الرضا العام في هذه البلاد يهبط كشعوب كشعوب طبعا تمام. لانه في النهايه السعوديين زينا دلوقتي مطلوب منهم انهم يدفعوا عن الكهرباء، ومطلوب منهم ان هم يشيلوا الدعم عن وفي خفض في الاجور والمرتبات وصل الى 25%، والخفض يسري على الامير وعلى الغفير على الكل. على الكل. طيب.